بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب غيرك ربنا قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. الموحدون بنور وجهك آمنوا، عافوا بوجهك نومهم فتهجدوا. قالوا الحب والهوى هل تعلو له، أم أنت في درب الهوى متجلد. قلت المحبة للذي حمل الهدى، فحبيب قلبي في الحياة محمد. اللهم صل على المعصوم، اللهم صل على حامل لواء العز في بني لؤي، وحامل الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، المعلم الجليل المؤيد بجبريل، المذكور في التوراة والإنجيل. وصل اللهم على صحابته وآل بيته الغر الميامين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيا شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الزاهي الجديد. فيا شباب الإسلام أنتم حبال الإسلام وعصيه، نباله وقصيه، أوسه ودوسه، خزرجه وأوسه. فلئن شهد التاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرج. ثم أما بعد، تتشرف أسرة الإصلاح والتجديد بكليتي الزراعة والعلوم بالتنسيق مع اتحاد الطلاب باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور حازم شوبان، ليجدد في قلوب شبابنا روح الأمل والتفاؤل، ويثبت لهم أنهم أمل هذه الأمة، وخير ما نستهل به كلامنا آيات من كتاب ربنا. وأخونا العباس نصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لله در القائل، تاريخ الأمم في الكتاب، تاريخ الأمم مسطور، لكن تاريخ مصر منظور. سل ميدان التحرير ينبيك، كيف صنع شبابنا التحرير. يا مصر وحنيني، وينشدنا أخونا محمد المصري فليصبر. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي، علت وضى كذا من نلها، أم صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله على الأزهر، الله الله
الله أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت أوصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعث سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين وديما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. ده أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي الله الله، ومن قلبي علت وضى كده من الها. أم صلى الفجر ولف في مصر وحواريها. الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا ابراهيم ونهار وليل مشي فيها. فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها. والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها. واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها. الله 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 يا ربي الله الله، ومن قلبي علت وضى كده من الها. أم صلى الفجر ولف في مصر وحواريها. الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام. ده أنا ياللي لفت سنين وسنين وشفت ناس تانين وتملي. ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي. حسيت وأنا بين أهلها بحاجات تخلي العقل يطير. الله 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 يا ربي الله الله، ومن قلبي علت وضى كده من الها. أم صلى الفجر ولف في مصر وحواريها. الله الله هو فين الشيء الثاني؟ هو نجا حنين إن شاء الله مش هطول عليكم. يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليل شاك عليل. سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل دمعي يسيل. غربتي نجوى ونيران شوقي وأساباك وليل طويل. غربتي نجوى ونيران شوقي وأساباك وليل طويل.
ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليل شاك عليل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل يا إله العالمين. جزا الله أخوانا خير الجزاء. ومع نصيحة الشباب والترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان مع دكتور يونس سلسة. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معاشر الشباب طلاب كلية الزراعة والعلوم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الناظر بعين البصيرة في من حوله وفيما حوله من أحداث متلاحقة لا يرى حتما ولا بد من وقفات واعية مع أنفسنا ومع من حولنا وخاصة الشباب، فهم أهم دعائم الأمة وبناة المستقبل وحملة المسؤولية. وإننا إذ نوجه كلماتنا هذه إليكم نستلهم تلك الكلمات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن علمي فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فعطف النبي صلى الله عليه وسلم الخاص على العام لبيان أهمية ذلك الخاص ألا وهو الشباب. فمع أن الشباب فترة من العمر لكنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر خاص فقال: وعن شبابي فيما أبلاه. والمسترشد بذلك الحديث النبوي الشريف لا يعلم تماما فضل وأهمية هذه الفترة الهامة في حياة الفرد المسلم لكي يكون نافعا وبناء وعونا لأمته على النهوض والتفوق وخيرة الأمم. ولنا في شباب سلفنا الصالح الأسوة والقدوة الحسنة، فلا يكفي أن يكون الشاب ملتزما بشرع الله دون أن يكون فعالا وإيجابيا تجاه دينه ومجتمعه ووطنه، بل لا بد أن يكون متفوقا في دراسته متميزا بعلمه وخلقه نافعا لدينه ووطنه. ولا أريد أن أطول عليكم في هذا المجال، فقد قدم إلينا فضيلة الشيخ الداعية الدكتور حازم شومان الذي نزل أهلا وحل سهلا لكي يمتعنا ونعيش معه بتلك الدقائق الجميلة بإذن الله تبارك وتعالى، ليحدثنا عن الشباب ودوره في بناء الأمة، داعين الله تبارك وتعالى أن نجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى وإياكم بها، إنه ولي ذلك والقدر عليه، فليتقدم المشكور المجر بإذن الله تبارك وتعالى. ورحمة الله وبركاته. صحيتم؟ الساعة 11 ايه؟ الله المستعان. يعني الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تبارك وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا يعني إخواننا شباب جامعة اسكندرية وأخوات جامعة اسكندرية، يعني ربنا يبارك فيكم إخواني، يعني أي مكان بقى، يعني إخواننا وشبابنا وأخواتنا، يعني أصولنا كلها من اسكندرية ولا لأ؟ اسكندرية لها موقع كبير أو في القلب. يعني أنا أيام حتى امتحانات البكالوريوس بقيت أسيب المنصورة أصلي الفجر في المنصورة يا دوبك اقعد جلسة الضحى واقوم راكب اسكندرية ايام الامتحانات، واقوم راكب اسكندرية اجي هنا اقعد على البحر اذاكر، يعني لحد مثلا خلاص بقى اليوم ما يخلص
واقوم راجع تاني لحد ليله الامتحان، لحد ليله امتحانات البطنه. يعني فعلت هذا من شده جمال يعني هذه المدينه وشده جمال كل شيء فيها. فالواحد له ذكريات جميله في اسكندريه في كل مكان فيها. ربنا يبارك فيكم يا اخواني، وربنا يسددكم جميعا، وربنا يجوزكم يا شباب، ربنا يجوزكم. الشباب نفسهم يعني لما عمر بن عبد العزيز تولى الخلافه فرضي رحمه الله، فلما تولى الخلافه كان سنتين وخمس شهور بس يعني، ولكن اعاد اخلاق الشريعه ومبادئ الشريعه. فقالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن، الخزائن مليانه اموال ومليانه فلوس. فقال لهم زوجوا كل من لا زوج له. تخيلوا بقى لو الايام دي بقى الشريعه اتطبقت، بقى جايين بقى الكليه بكره كده لقيت يافطه كبيره كده، كل واحد اجازه اسبوعين يروح يدور على عروسه. والمهر والشبكه والقايمه، وكمان لو طلع بقى بعد كده المؤخر والنفقه على حساب الحكومه. تبقى حكومه فول اوبشن. زوجوا من لا زوج له. الشباب كلهم هيتجوزوا والبنات كلها تتجوز ونخلص منكم. زوجوا من لا زوج له. فقولوا بعد فتره خلاص جوزنا الشباب، فاضت الخزائن. قال لهم فاعطوا دبه لكل من لا دبه له، عربيه لكل مواطن، ونعمل باركنج بقى في الكليه بقى كل واحد داخل العربيه بتاعته. قالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن. قال لهم ادوا ديون كل من عليه دين، ادوها. قالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن. انت عاشق اقتصاد رهيب في ظل شريعه الله سبحانه وتعالى. فقال اذا فانثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال ان الطيور جاعت في بلاد المسلمين. يعني زرعنا الجبال لما كنا مع دين ربنا ومع شريعه ربنا. الوقت طبعا 95% من بلد حضراتكم صحراء جرداء. يعني احنا هنا من يعني الندوه يعني قصبه ما بين كليه الزراعه وما بين كليه علوم. يعني اخواننا في كليه الزراعه يعني لما الواحد بيركب طياره بيحزن والله يا اخواني، بيحزن وهو رايح السعوديه ولا رايح اي بلد بقى في شرق مصر ولا حاجه. الدنيا كلها صحراء، ما فيش غير اللون الاصفر، ما فيش. امريكا زرعوا الجبال، واحنا للاسف الشديد قاعدين نجري ورا الشرق شويه ورا الغرب شويه لحد ما يعني البلد بتاعتنا بتضيع. ربنا يرد مصر الى شرع الله ردا جميلا. فربنا يجوزكم يا شباب. برضه كان احد الـ يعني من بنجلاديش او الهند او باكستان حته من هناك كده يعني، والناس دي هناك روحانياتها عاليه قوي قوي يعني. فكان مسافر يعني بيحج او بيعتمر، فقعد يطوف حوالين بيت الله الحرام في عز الظهر. عز الظهر ده انتوا ما شفتوش حر السعوديه، ما حدش منكم جرب مكه الساعه 12 الظهر دي معناها ايه؟ يعني ممكن الواحد مشي ويتحرق من شده الحراره بس، لو مشي كده عادي يعني. فقعد يطوف حوالين الكعبه وهو مش هنا خالص بقى، يا رب الجنه يا رب، يا رب هور عين يا رب. هو عايز يتجوز في الاخره، يا رب الجنه يا رب، يا رب هور عين يا رب. فقعد يلف سبع شوط، 14 شوط، 21 شوط، 70 شوط ومفيش فايده، قاعد يا رب الجنه يا رب، يا رب هور عين يا رب. فيعني في الاخر جاله ضربه شمس فوقع من طوله. فخدوه المستشفى، فالمستشفى بقى قدام الحرم على طول. يعني صحى من النوم بقى من يعني من اثار ضربه الشمس، فلقى الستار بيضه والسراير بيضه والملايات بيضه وكل الجنه. ربنا تاني الجنه. فالممرضات بيحسبوه عنده بقى حاله عصبيه ولا حاجه، فداخلين يهدوه، فلا داخل الممرضات لابسين ابيض عليه هور عين. ربنا تاني الهور العين. فيعني ربنا يزوج الصالحين بالصالحات ويزوج الصالحات بالصالحين. وابشروا يا شباب كلها ان شاء الله 10 سنين 15 سنه 25 سنة إن شاء الله بإذن الله بعد الثورة الأمور تحسنت. فإن شاء الله في أمل قبل ما الشباب يموت يتجوز إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي كنا عايزين نتكلم يا اخواني، يعني بصراحه يعني الحديث مع الشباب حديث ذو امال والام. الواحد لما يعني بيلف الوقت في مصر او يعني يتحدث مع الشباب دلوقتي، احنا في ازمه حقيقيه يا اخوانا. مصر في خطر حقيقي، خطر حقيقي في البلد ده. ومصر امل للامه كلها، وانتوا امل لمصر. يعني انتوا امل للامه، انتوا امل للاسلام. اوعى حد يقلل قيمتك عند نفسك، اوعى حد يقلل قيمتك عند نفسك. انت
انتوا دينكم مستني منكم كتير قوي، انتوا امل كبير قوي 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 يا شباب لدينكم، اكبر مما تتخيلوا واكبر مما تتصوروا. عشان كده كل واحد منكم لازم يبقى على قد المسؤوليه. دلوقتي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الدنيا لاربعة نفر، انما الدنيا هو الموضوع كله اللي الناس بتجري فيه ده، هو اربع حاجات: رجل اتاه الله علما ومالا، عارف ربنا، عنده علم وعنده فلوس، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، يعني ماشي صاحب، يستخدم امكانياته ومواهبه وماله وشهادته وكل موهبه ربنا اداله في سبيل دين ربنا. ورجل اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، هو عارف ربنا بس معهوش امكانيات زي الشاب الثاني، معهاش امكانيات زي زميلتها الثانيه، فهو يقول لو ان لي مالا مثل فلان لعملت فيه بعمله، لو معايا بس زي ده، لو بعرف اكتب شعر زي فلان، لو انا بعرف اتكلم وسط زميلاتنا زي فلانه، لو انا لساني طويل في الدعوه الى الله زي فلان، لو انا معايا فلوس زي الاخ فلان اللي سخرها للدعوه، لو، فهما في الاجر سواء. الله اكبر، هما الاثنين في الاجر مع بعض، حصلوا بايه؟ بنيته. ورجل لم يؤته الله علما واتاه الله مالا، مش عارف ربنا، هو معاه مواهب، معاه امكانيات، معاه فلوس، معاه شباب، معاه قوه، معاه صحه، معاه مواهب، ولكن هو مش عارف ربنا سبحانه وتعالى، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، عايش في الدنيا دي بالطول والعرض كده. ورجل لم يؤتيه الله علما ولا مالا، واحد لا عارف ربنا ولا معاه حاجه في الدنيا، يبص للتاني بقى، لو ان لي مثل فلان لعملت فيه بعملي، فهما في الوزر سواء، هما الاثنين والعياذ بالله في الوزر سواء. يا شباب، انما الدنيا لاربع: شاب اتاه الله عربيه لانسر او بي ام فئه 7 او سي كلاس و موبايل بوليفونك في ذاكره فيها 5000 اسم، ممكن يكون 4000 منهم اسم بنت من البنات، ومعاه كاميرتين، واتاه الله اب بيديه فلوس بلا حساب، واتاه الله غنى، واتاه الله صحه وشباب واسامه، فهو بيعمل ايه؟ يلف بالعربيه مع اصحابه ويركب طقم صوت ب 10000 جنيه ويشغل اخر البومات نزلت ويفتن الناس كلها في الشارع ويركب مع ده ويركب مع دي. وشاب لم يؤتيه الله عربيه لانسر ولا موبايل بوليفونيك، والاب بيديله فلوس بلا حساب، فيبص للتاني كده وراكب العربيه ومنطلق، يقول لو انا عندي زيك لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. يا رب ده مشاش مع نفس الصحبه اللي ده مش فيها، في الوزر سواء. يا رب ده ما شغلش الاغاني اللي ده مشغلها يسمع 5 شوارع على يمينه وعلى شماله، فهما في الوزر سواء. يا رب ده ما عملش اللي ده عمل وما طلعش الطلعات اللي ده طلعها، فهما في الوزر سواء. انما الدنيا لاربع: بنت اتاها الله، اب ما بيقولهاش انت رايحه فين وجايه منين، بنت اتاها الله مال، بنت اتاها الله جمال تفتن بيه اي شاب من الشباب، فهي بتروح لكل يومين كوافير عشان تعمل احدث قصه، تروح لاحدث محلات بتبيع اعلى كعبه عالي واكثر لبس روش يفتن الشباب، و و و وبنت لم يؤتها الله مالا ولم يؤتها الله اب ما بيقولهاش انت رايحه فين وجايه منين، فهي تبص للثانيه كده وتقول لو ان لي مثل فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. يا رب دي ما كشفتش شعرها وما بقتش زيها وما لبستش كعب 13 سنتي وما كلمتش 100 صاحب وصديق في الجامعه وعلى النت، فهما في الوزر سواء. ليه؟ عشان امنيه قلبها. وشاب اتاه الله مال، واتاه الله عربيه كويسه، واتاه الله امكانيات يلف بالعربيه يجيب اصحابه عشان يروحوا درس ديني ويشحن المحمول بتاعه ويصحي كل زمايله للفجر، وواحد تاني لم يؤتيه الله هذه الامكانيات، يبص كده ويقول لو ان لي مثل فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الاجر سواء. يا رب ده ما ملاش بنزين عربيه عشان يلف على الناس يجيبهم الجامع، يا رب ده ما شحنش كارت محمول عشان يتصل بكل اصحابه يصحيهم الفجر، يا رب ده ما بذلش مجهود ده، فهما في الاجر سواء. يا شباب
قضية قلبك فين؟ قضية نيتك فين؟ قضية كل واحد منا مشاعر قلبه فين؟ انت قلبك ده ممكن يخليك في الفردوس الاعلى. مشاعر قلبك، مشاعر قلبك ممكن تخليك في الفردوس الاعلى. لما الشباب بيعرف ربنا الامة كلها بتقوم، الامة كلها بتفوق. لما ارادوا ان هم يضيعوا الاندلس اسبانيا والبرتغال عملوا ايه؟ لما ارادوا ان هم يضيعوا او ياخدوا الاندلس اسبانيا والبرتغال قالوا نشوف الشباب الاول، نزلوا جواسيس من عندهم يشوفوا احوال الشباب بتاع الاندلس، احوال شباب الامة. فلقوا شباب قاعد على او شاب قاعد على مجرى ماء وقاعد يبكي. فبيقولوا بتبكي ليه؟ قال لهم انا كل مرة بجيب النشان من المرة الاولى، انا المرة دي جبته من المرة التانية، هجاهد في سبيل الله ازاي؟ هنصر دين ربنا ازاي؟ رجعوا قالوا لهم بس ابعدوا عنهم الوقت، مالكوش دعوة بالمسلمين الوقت، مش هتقدروا تعملوا لهم حاجة. ليه؟ طول ما البنات لابسة لبس امهات المؤمنين، طول ما الشباب صلاة الفجر في الجامع حد صلاة الجمعة، طول ما الشباب بيجتهد في الدعوة إلى الله وشايل رسالة ومسؤولية، طول ما أطفالهم بيحفظون قرآن من هم صغيرين، مالكوش دعوة بالمسلمين الوقت، مش هتقدروا تعملوا لهم حاجة. مرت سنين، طب نعمل معهم إيه؟ طب نضيع الأمة دي إزاي؟ بسيطة، ضيعوا الشباب، نضيعهم إزاي؟ زي الوقت اعملوا لهم مسلسلات الساعة 8 والساعة 10 والساعة 12، قنوات كاملة للمسلسلات، قنوات كاملة لأحدث أفلام تزح 24 ساعة متواصل بلا توقف، اعملوا لهم قنوات، قنواتنا نفسها مش في نفس الدرجة من الفساد، اعملوا لهم قنوات مش هتقدر تغمض عينيك، روتانا وشطايم، اعملوا لهم مواقع نت سيئة بتتكلف ملايين ومحدش يعرف، كله بيدخل عليها ببلاش، ومحدش عارف مين اللي عمل المواقع دي، او مين اللي مولها، او مين اللي خلاها ببلاش، او مين اللي عمل كل ده. اعملوا حتى للاطفال بتوعهم قنوات تقتلوا فيه الدين في قلب الطفل من هو لسه صغير، ما يعرفش يعني ايه دينه، يتوه الطفل من هو صغير. اعملوا لهم، صدروا لهم لبس للبنات اللي عندهم، ممكن عندنا معظم البنات هناك ما يلبسوهوش، لو اخترقتوا حاجه في الفيزياء النوويه ولا في القنابل النوويه ما تودهالهمش، ولو وصلتوا لحاجه في الجاز او الراب او الميتال او الروك ودوها لهم، توهوهم على قد ما تقدروا. احيوا كل نعره من 5000 سنه ومن 10000 سنه في بلادهم، وبعد سنين نزلوا جواسيس تانيين يشوفوا الشباب، لقوا شاب قاعد على مجرى ما هي قاعد يعيط، بتعيط ليه؟ اصل انا حبيبتي ما عبرتنيش وسابتني. وانت بتعيط ليه؟ اصل انا معيش فلوس اجيب جل، وانا ما اقدرش انزل وسط اصحابي من غير جل. وانت بتعيطي ليه؟ اصل ماما مش راضيه ان انا البس اللبس اللي انا عايزاه، بتقول لي اخرك انك انت تلبسي ستريتش بعد كده ما عادش ينفع. وانت بتعيط ليه؟ اصل الفريق بتاعي ما كسبش المباراه بتاعت امبارح. وانت بتعيط ليه؟ اصل المغني اللي بحبه ما خدش اعلى البوم في التوزيع السنه دي. وانت بتعيطي ليه؟ اصل اللي انا كنت مرتبطه بيه عاطفيا ما اتصلش بيا بقاله فتره وما بيردش عليا. وانت بتعيط ليه بس؟ خلاص، لو الشباب وصل للمرحله ديت خلاص اضربهم العراق وشقوها ثلاث اجزاء، اضربوا غزه بقنابل الفسفور ما حدش هيقدر يتكلم، اذبحوا جنوب السودان وشقوها عن الامه كلها ما حدش هيقدر يعمل حاجه. ليه؟ لقيت الشباب بقى خلاص مشغول عن دينه، البنات بقت مشغوله عندنا، ما عادتش احلام الشاب لما بيحط راسه على المخده قبل ما ينام، يا ترى انا رضيت ربنا ولا لا؟ والبنت يا ترى انا قربت من ربنا ولا لا؟ بقت الاحلام اتغيرت، الافكار اتغيرت، بقينا بعاد عن ديننا. يا شباب يا اخوانا الموضوع كبير. الرسول عليه السلام لما يقول انما الدنيا، انما الدنيا، انما دي كلمه قصر، يعني ايه؟ يعني يا اخوانا الدنيا، الدنيا دي صغيره قوي، الدنيا دي بسيطه قوي، زي واحد حاطط شيلن على عينيه وقعد يقول لك الدنيا سودة. طب ابعد الشيلن كده، ده الدنيا واسعه وكبيره ومنوره، وكل اللي كان سدد عليه الدنيا كلها كان شيلن مش اكتر من شيلن. احيانا ممكن شاب يبقى فيه معصيه مش متخيل ان هو يلتزم ويسيبها، مش متخيل ان هو يقدر يكمل في طريق ربنا ويسيبها، مش متخيل ان انها تقدر تعيش من غير هذا الامر، هذا الامر او هذا الموضوع، مش متخيل الحياه من غيره، وشيلن لو بعده عن عينيه هيلاقي الموضوع بسيط. يا اخوانا الطاعه كده،
الطاعة كل ما بتبذل فيها بتدوق لذة بتشوقك للي أعلى منها. سيدنا موسى لما كلم ربنا سبحانه وتعالى فاشتاق قوي، اشتاق فقال عجلت إليك يا رب لترضى، خلاص يا رب أنا سايب الدنيا كلها وجايلك. لما ذهب للقاء الله سبحانه وتعالى اشتاق أكثر، الرب أرني أنظر إليك. لا ده خلاص بقى ما عادش الموضوع إن ربنا بيكلمه، ده نفسه ينظر إلى الله، نفسه في الأعلى. هي الطاعة كده، الشاب يلتزم بطريق ربنا سبحانه تعالى، يحس بسعادة غامرة، يحس براحة بال غامرة، يبدأ بعد كده يصلي الفجر في الجامعة ياه وهو رايح وجاي يحس ان قلبه طاير، يبدأ ينزل الكلية من كتر الايمان اللي جوه قلبه، يبدأ يكلم ده، تبدأ تكلم دي وتكلم دي وتكلم دي، يحس ان هو خلاص حد يلتسم على ايده او يجي على ايده، يحس انه مسك حتة من السماء بايديه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا ايه صعدا. صعدا يعني يا اخوانا يعني النعيم بتاع اهل الطاعة متصاعد والعذاب بتاع اهل المعصية متصاعد، يعني مفيش حاجة اسمها ان لذة الطاعة بتقف او ان شقاء المعصية بيقف، الموضوع متصاعد متصاعد. يسلكه عذابا صعدا، واللي عارف ربنا يسلكه نعيما صعدا. يفضل اللي عارف ربنا اول ما يدخل في طريق ربنا يلاقي قول الله سبحانه وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا بيقول لفتحنا عليهم بركات. كل واحد هيسعدك على قد ما بيحبك، يعني واحد صاحبك مثلا فقير وعايز يسعدك هيجيب لك سندوتشين فول ويجيب لك حاجة ساعة أو كوباية شاي. طب واحد غني عايز يسعدك هيجيب لك حاجة دليفري كومبو ويجيبه لغاية عندك. طب تخيل ولله المثل الأعلى، ربنا يريد أنه يسعدك، ربنا يريد أنه يسعدك. لفتحنا، ربنا اللي هيفتح عليك، ربنا اللي يفتح عليكي. انتوا لسه يا شباب طالعين قدامكم مستقبل طويل، هتتخرج امتى ما انتش عارف، ها لما تتخرج هتلاقي وظيفه لا ما انتش عارف، هتتجوزي ايه مين ما انتش عارفه، زوجك هيسعدك ولا لا ما انتش عارفه، اولادك هيسعدوكي ولا لا ما انتش عارفه، هتبقى كل المستقبل بتاعك الوقت انت ما انتش عارف يحصل فيه ايه. انت محتاج ربنا اكتر ما انت محتاج النفس اللي انت بتتنفسه. ربنا بيقول لك تعالى تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والارض. ربنا بيوعدك، بيوعدك وبيوعدك بالسعادة في الدنيا قبل الاخرة لو انت اقبلت على الله، عكس الوعود المزيفة زي وعود الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. بقى الخطبة يعني اخطر خطبة في التاريخ، لو الخطبة دي كانت اعطيت في الدنيا كانت اتعملت سيديهات اوديو وفيديو ام بي 3 ودي في دي واتعملت في كل الاشكال وكل الدنيا سمعتها. انما اكبر مزور في التاريخ ما نطقش غير جوه جهنم. لما قضي الامر، لما كل حاجه انتهت خلاص، لما اهل الجنه دخلوا الجنه وذقوا نعيمها، لما اهل النار دخلوا النار وذقوا عذابها، لما كل حاجه انتهت، هنا اكبر مزور في التاريخ يطلع ويعتلي منبر بالنار ويجمعه اهل النار. كانوا في الدنيا لما بيسمعوا مثلا عن خطبه او عن درس ممكن ما لا ده انا ورايا صلاه، ده انا ورايا مشوار، الوقت كله هيجي، الوقت كله هيجي. كان في الدنيا يا ما سمعوا مواعظ، يا ما سمعوا دروس ولكن ما كانش قلبه بيتحرك. النهارده لما هيسمع عنوان الخطبه ده بس قلبه هينفطر. وعدتكم فاخلفتكم. وقال الشيطان اللي بيخطب اكبر مزور ونصب في التاريخ، الجمهور بتاعه الزناه اللي قتلوا، المنافقين اللي حاربوا اولياء الله، المجرمين، القتلة، الفسقة، كل ده يعني نفاية البشرية، يعني جهنم دي صندوق قمامة البشرية اللي ما تمشي منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما كل حاجة انتهت، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بقى ربنا يقول لك صلاة الجماعة ب 25 ضعف، وأنا أقول لك يا عم نام وابقى عوض وتسمع كلامي ونسيب كلام ربنا. بقى ربنا يقول لك حجاب أمهات المؤمنين، وأنا أقول لك عيش شبابك تسمعي كلامي وتسيبي كلام ربنا. بقى ربنا يقول لك حياتك دي كلها هسألك عن شبابك فيما قبلها لا تزول قدم عبد، الحديث اللي سمعناه كأن كل واحد رجله مربوطة يوم القيامة مش هيقدر يتحرك إلا لما جاوب
تجاوب على الأسئلة دي. وأنا أقول لك يا عمي سنة سنتين ثلاثة وبقى ثم بعدها تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. عمرك شفت خمس شياطين مسكين شاب بيجاكروه والله لن تقعد على القهوة، أو خمس شياطين مسكين بنت والله لن تقعد قدام المراية حط 20 نوع من الكاش قبل ما تنزلي؟ عمرك شفت ده؟ إخواني في الله النعيم الصعب يبدأ بنعيم الدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ربنا بيقول فلنحيينه حياة طيبة. يعني ايه حياة طيبة؟ سيدنا إبراهيم كان في النار في حياة طيبة، سيدنا يوسف كان في السجن في حياة طيبة. يجي الموت يتقالوا ان النعيم خلص، يتقالوا ان السعادة اللي كان فيها خلصت، يفاجأ ان الموت نعيم أشد من أي نعيم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا خلاص بيبعد عن الدنيا بقى، وإقبال من الآخرة خلاص بيقرب بقى من دار الآخرة، لحظة لقاء ربنا سبحانه وتعالى جاية، أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. تخيل وانت على فراش الموت كده بدأت تطلع شمس في شمس في شمس، فيجلسون منه مد البصر آلاف الشموس طلعت عليك، تلاقي الدنيا كلها منورة حواليك. ثم يأتي ملك الموت فيقول أيتها الروح الطيبة اخرجي الى رب راض غير غضبان. اللي كان امنية حياته في الدنيا انه هو نايم يحس انه نايم وربنا راضي عنه وربنا راضي عليه، اللي كان عذابه كله في الدنيا انه ما هوش عارف ربنا راضي عنه ولا لا. ثم يأتي ملك الموت فيقول ايتها الروح الطيبة اخرجي الى رب راض غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. لما تقلب الازازة دي كده شوف المية بتنزل زي ما صدقت انك انت تفتح لها مكان تجري منه، ما صدقت. اهو بالظبط كده الروح مشتاقة الى الله، ياخدوها يصعدوا بها في السماء، مفيش ملأ من الملائكة يراها الا ويقول ما هذه الروح الطيبة. الريحة دي ريحة ايه؟ دي ريحة عملك الصالح، دي ريحة حجابك، دي ريحة قيامك بالليل، دي ريحة صلاتك للفجر، دي ريحة غضك للبصر، دي ريحة الايمان اللي كانت في قلبك. ويفتح ليك ابواب السماوات السبعة. يعني جنازتين، جنازة في الدنيا ماشيين بيبكوا على جسد هيدفن، وجنازة في السماء او فرح في السماء وراء هذه الروح الطيبة اللي هتصعد الى مولاها. عشان ربنا يقول صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. يخلص خلاص الموت، هو نازل كده قبره يتقالوا ان خلاص الموضوع خلاص. هو في نعيم اكثر من كده ايه؟ مفيش نعيم، ده اتعمل لي زفة في السماوات السبعة كلها من اعظم الملائكة. في نعيم اكثر من كده؟ ينزل القبر يلاقي واحد وشه جميل ومنور داخل عليه وثيابه جميلة، يقول له من انت؟ انت مين؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. يقول له انت مش عارف مين، انت مش فاكرني، انت مش فاكراني، انا عملك، انا عملك الصالح، انا وشي المنور ده خشوعك في الصلاة، صوتي الجميل ده ترتيلك للقرآن، كل ملمح من ملامح عبادة من العبادات اللي انت عبدت ربنا بيها واللي انت عبدت ربنا بيها. يقوم القيامة خلاص، لما في القبر يفتح ليه باب الى الجنة يبص كل يوم على مشهد جديد من مشاهد جنته اللي هيتنعم فيها في الجنة، كل يوم مشهد جديد من المشاهد. لما يفتح ليه باب الى الجنة هو في نعيم اعظم من كده؟ انت ساكن في شقة بتطل على البحر في اسكندرية، طب ما بالك بشقة بتطل على الجنة؟ ما بالك لما يبقى القبر مد البصر وبيسحته قدينا وبيطل على الجنة وبيأتيك من نسائم الجنة وبيأتيك من روائح الجنة. يقوم يوم القيامة يقول لا يمكن يكون في نعيم اكتر من نعيم اللي انا عشته ده. يلاقي الملائكة مستنياه وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، ده يومك، زي ما يقولوا العريس كده ده ليلتك، ده يومك، يوم القيامة ده كله افراح للمؤمنين. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. يوم ترى كل واحد من الناس مستني يوم، في بنت مستنيه يوم الجواز، بنت مستنيه يوم ما يتقدم لها عريس، شاب مستني يوم ما يتخرج. انت ايه اليوم اللي انت مستنيه؟ ربنا بيقول لك في يوم عظيم لو عرفت احداثه قلبك يتلهف على اليوم ده. امتى هيجي؟ يوم ترى، يوم 50,000 سنة كله افراح للمؤمنين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. النهارده ممكن يكون الملتزم ده بيسخر
يسخر منه، دي لو لمست لمس امهات المؤمنين تلاقي حد بيسخر منها. يوم القيامة دول اللي هيرفعوا على منابر من نور، الكل بيبص لهم ويقول يا ريتني كنت معاهم. يوم ترى من اول لحظة والملائكة بتتلقاك احتفال، احتفال بخروجك، وجون يومئذ مسفرة. الشمس لما تطلع على الدنيا يقولك اسفارة الشمس، انت خارج من تحت التراب، شمس طالعة من تحت التراب. بعد كده تاني حفلة، الكل البشر رايحين على ارض الحشر، الشمس على بعد ميل، العرق لحد الاذان ولحد الرقاب، وانت متاخد، وانت متاخد على مكان تاني خالص. فين؟ على ظل عرش الله، على المقصورة الملكية. يوم القيامة تقف في ظل عرش الله، الناس في الحر وانت في ظل عرش الله، الناس عارية وانت بتكسى من حلل الجنة، الناس مرعوبة وانت ملائكة الرحمن بتطمنك، الناس عطشانة وانت النبي بيسقيكي بايديه عليه الصلاة والسلام، من حب النبي عليه الصلاة والسلام. يا اخوانا نعيما صعد يوم القيامة ده، لولا ان اهل الجنة بيبشروا بعضهم الجنة كانوا ماتوا كمدا من الافراح بتاعة يوم القيامة، كانوا ماتوا كمدا من هذه الافراح. بعد كده يجي حوض النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل النبي وبيجمع الناس والملائكة بيجمعوا، مش اي حد يدخل حوض النبي عليه الصلاة والسلام. هتقابل النبي، هتقابل الصحابة، هتقابل احبابك، هتقابل السلف، هتقابل، والنبي بيجمع، بيجمع بناء على علامة معينة، غر محجلين، يعني علامة الوضوء منورة، منورك بينهم ومنورة ايديهم ورجليهم، اللي النور ده فيه نور الوضوء ده اللي يتاخد، اللي مهمل في الصلاة، اللي بتصلي على سطر وبتسيب سطر. يا ترى النبي هيعرفك ازاي يوميه عليه الصلاة والسلام؟ يا ترى انت بإهمالك للصلاة او بتضيعك للصلاة ممكن ساعتها النبي يعرفك يوم القيامة؟ اذا كان علامة اللي النبي هيعرفك بيها هي علامة الوضوء، فما بالك اللي ما بيصليش، اللي ما بيتوضاش وما بيصليش؟ ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفه ازاي؟ عليه الصلاة والسلام هيدخل حوض النبي ازاي؟ افراح ورا افراح يا جماعه. على الجانب الاخر بقى، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا والعياذ بالله. يبدا العذاب من الدنيا، من اول المعصيه. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا؟ يعني ايه؟ ربنا بيقول للعاصي، ربنا بيقول للي بعيده عن ربنا، انت فاكره انك هتسبقيني؟ انت فاكر انك هتسبقني ازاي؟ لو سبتك تتمتع بالمعصيه يبقى سبقتني. هعذب كل عاصي بمعصيته مرتين، مره عشان يوصلها ومرة هعذبه بيها بعد ما يوصلها. الشاب عشان يكلم البنت هتطلع عينيه ويفضل يلف ويدور ويحاول يوصل من 100 سكة. طب وبعد ما يوصلها خلاص بقى ارتاح بقى وخلاص، هيتعذب بيها، هيفضل وهي خايفة احسن والدها يشوفها، هو خايف طبعا هجيب فلوس منين، احسن يتقدم لها عريس، وكل يوم خناقة وكل يوم شكل، يعيش في عذاب وهي تعيش في عذاب. يعني اللي بيعصي ربنا عامل زي اللي جاله التهاب في الزايدة فبيصرخ، فخد حباية مسكنة، الحباية المسكنة سكنت الألم ساعتين، ولكن الساعتين دول الألم راح، ولكن الزايدة انفجرت عملت له تسمم في الجسم. الشاب اللي بيعصي ربنا متعذب تعبان، طب يعمل ايه؟ انزل يقعد على قهوة، ينزل يقعد على قهوة يلاقي نفسه خلاص نسي، بس أول ما يرجع العذاب يرجع. طب اعمل ايه؟ طب انزل روح نادي، انزل روح أي مكان، يروح يلاقي نفسه خلاص نسي، يرجع العذاب يرجع تاني. لا انت عايز فسحة كبيرة بقى، ينزل يروح رحلة اسبوع، ينسى، يرجع من الرحلة يلاقي الاكتئاب زاد. والاكتئاب ده ليه؟ نفسه بتستغيث بيه، بتقول له غذيني بالغذاء بتاعي، جسمك له غذاء وانا ليه غذاء، غذاء الروح، القرآن، الصلاة، الايمان، الصحبة الصالحة، غذيني غذاء الروح، يعيش حياته في عذاب زي ما ربنا قال. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. يعني ايه ضنك؟ يعني النهاردة زي امبارح وبكرة زي بعده. لو عملنا تسجيل لحياة الشاب وتسجيل لحياته بكرة وتسجيل ليومه بعده وقارنا بينهم مش هنلاقي فيه جديد. خلاص بتسمع اغاني، سمعت الف اغنية، كل اغنية سمعتها الف مرة حفظتها، مفيش جديد. طب انت سعيدة؟ لا. طب انت وصلت الحاجة؟ لا. طب انت حققت احلامكم؟ لا. طب انت مكمل ليه؟ طب انت مكمل في الطريق ليه؟ يجي الموت يقول يا اخيرا هستريح، الحمد لله ان انا هستريح من الموت، اخيرا هستريح من العذاب اللي انا كنت فيه. يلاقي الموت عذاب اشد من عذاب الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد الكافر او الفاجر، او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع زي ما الكهرباء تقطع فجأة، المراوح وقفت فجأة، النور قفل فجأة، الميكروفون وقف، انت قاعد على الكمبيوتر وقف،
كل حاجة فجأة وقفت. إذا كان في انقطاع الموت بيجي فجأة لأي حد وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه. تخيل إنسان نايم على فراش الاحتضار ويشوف المنظر ده قدام عينه، بيشوف مد البصر ملائكة سود الوجوه، كل اللي حواليه واقفين بيبكوا بيدوروا على دكتور، وهو بقى في عالم تاني، بقى بيفكر في حاجة تانية، بقى بيبص على اللي قدامه دول هيعملوا فيه إيه. ويا ترى لو ده أول مشهد زي ما كان عثمان بن عفان ينظر للقبر ويبكي فيقولوا له ليه ما تبكي؟ يذكر أمامك يوم القيامة لا تبكي، تشوف القبر تبكي. قال لهم إن أمرا هذا أوله، القبر ده أول الآخرة، لحري إن أمرا هذا أول لحري بأن يستعد له. هو القبر ده بداية الآخرة بس، ده أول مشهد في المسلسل ده بس، وإن أمرا هذا آخره، ده المشهد الختام الدنيا، حري بأن يذهب فيه. هي إيه الدنيا دي؟ إيه الدنيا لما ده المشهد الأخراني بتاعها؟ بعد كده يلاقي في القبر خلاص واحد داخل عليه شكله وحش، ريحته وحشة، لبسه وحش، لونه وحش، يقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، أنت مين؟ يقول له ياه ما أنتش فاكرني يا راجل، ما أنتش فاكر 500 علبة سجاير شربتهم، ما أنتش فاكر 300 كلب اتفرجت عليهم، ما أنتش فاكر 2000 فيلم اتفرجت عليهم، ما أنتش فاكر 300 ليلة قضيتهم على قهاوي بتشرب في الدخن وبتشرب، ما أنتش فاكرني. أنا عملك السيء، أنا عملك، أنا معاك لحد يوم القيامة، أنا كل عمل في معصية ربنا أنت ما تبتش منه، أنا عملك هتبص لوشي هتفتكر تركك للصلاة، هتشم ريحتي هتفتكر التدخين واللي أنت كنت بتشربه، هتبص لصوت الأجاش هتفتكر أن أنت ما كنتش بتقرأ في كتاب ربنا. أنا عملك، أنا عملك متجسد في شكل واحد، هفضل معاك ليوم القيامة، أفكرك بكل معصية عملتها. يجي يوم القيامة يقول خلاص أنا خلصت من العذاب اللي تحت التراب ده، يفاجأ أن يوم القيامة يوم أشد من كل هذا. يا أخوانا الموضوع كبير، يا أخوانا الموضوع كبير. الفرق بين الجنة والنار مش الفرق ما بين انتر كونتيننتال أو فندق 7 نجوم وما بين لومان تورا أو ما بين سجن من السجون، مش الفرق ما بين قرية سياحية على شاطئ أوروبا وما بين سجن من السجون حد دخله. الفرق بين الجنة والنار أكبر من كده، الفرق بين النعيم والتعاسة، النعيم اللي بيعيش فيه المطاع لربنا والتعاسة اللي بيعيش فيه البعيد عن ربنا أكبر من كده، أكبر من كده بكتير. الشاب دلوقتي يعني سبحان الله تيجي تكلمه أي السؤال اللي يعني كثيرا ما يأتي في أي كلية أو في أي جامعة، يقول لك يعني هو الحب حرام ولا حلال؟ طب انت قصدك حب مين؟ قصدك حب الاب ولا حب الام ولا حب ان الواحده تحب صاحبتها ولا ان الواحد يحب اخوه في الله؟ انت قصدك قصدكوا على ايه يا شباب؟ الحب اللي بين الولد والبنت يا جماعه. طيب انتوا رايكم في ايه؟ تلاقي نص الدنيا اتقسمت نصين، نص يقول لك حرام ونص يقول لك حلال. سبحان الله العظيم. يعني لما هي دي مشاكل الشباب الوقت، هي دي هموم الشباب الوقتي. قصة الحب بتبدأ في مكان من 3 أماكن يا جماعة، حد عارفهم؟ يا إما في الجامعة، يا إما في الدروس المختلطة، يا إما في المدارس المشتركة، يعني في المؤسسة التعليمية. يعني المؤسسة التعليمية الوقتي هي اللي بتخرج لنا كل قصص الحب أو 95% من قصص الحب. الشاب بيدخل في المدرج أو يقعد في الدرس المختلط ويبدأ قاعد في المدرج وهو معتقد أنه طالب علم ومعتقد أن أنا جاي هنا أطلب علم ومليش دعوة غير بالعلم، وحاطط الكتاب تحت باطه كده، وإيه أنا جاي الكلية دي عشان أتعلم، مليش دعوة بأي حاجة تانية. ويقعد في المدرج بتاعه يبدأ يستمع للدكتور وهو بيشرح، يفاجأ بعد نص ساعة أنه مش فاهم أي حاجة من الكتاب، فيبدأ يبص على الناحية التانية كده فعنيه تقع على أخت من الأخوات، استغفر الله العظيم ويتوب إليه، فيبدأ يستغفر ربنا ويتوب إليه ويتوب لربنا 5-6 مرات كده وقاعد. وبعد كده يبدأ يركز مع الدكتور تاني، يفاجأ أنه مش فاهم أي حاجة من الدكتور بيقولها برضه لسه، فيبدأ رقبته لا إراديا تروح الناحية التانية على نفس المكان اللي راحت عليه. وبعد كده يبدأ عينيه تروح للدكتور وتروح للأخت وتروح للدكتور وتروح للأخت، وبعد كده يكتشف ان مفيش وجه مقارنة، فيبدأ يقرر ان خلاص عينيه ما عادتش هتبقى مع الدكتور بعد كده، ويتنازل عن نظرية طالب العلم اللي كان داخل الكلية بيها، وتبدأ عينيه تتابع اختنا الفاضلة. يروح البيت بتاعه يبص كده للسقف كده ويقعد يبص، والدته تدخل مالك يا ابني انت جعان ولا حاجة؟ يقول لا انا بفكر في موضوع بس.
ابوي بص عليه يا ابني انت سخن، يقول له لا 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 انا بس في موضوع شغلني انا كويس الحمد لله. طيب يا ابني، يجي اخونا تاني يوم خلاص قرر ان هو لا طالب علم ولا حاجه، يبدا يدور يا ترى اختنا فين. هو داخل طبعا نايم الساعه 7 الصبح وصاحي الساعه 8 الصبح وجاي وشه منفوخ وعينيه مقفله ومواش شايف قدامه، اول ما يشوفها يفوق ووشه يحمر ودانه تقف ويبدا يبدا يستيقظ تاني ويبدا يركز بقى موضوع تاني. يفضل شهر يا عيني يبص وهو مش عارف يعمل ايه، بيحاول يوصل باي طريق وهو لسه في المرحله الاولى، مرحله اولى انهيار، مرحله اولى انهيار، لسه بيبص مش عارف يعمل ايه. يبدا يبص كده، طب اتحرف ازاي، طب اتكلم ازاي. وبعد شهر او شهرين يكتشف ان هي مصاحبه واحده صاحبه صاحبه، فيبدا يعرف سكه يقدر يوصل لها منها. فيبدا يتدلل صاحبه شهر عشان صاحبه يرتب لقاء يقدر يتكلم معاه فيه. فبعد شهر او بعد شهرين يقدر صاحبنا اخيرا انه يقف مع اختنا الفاضله اللي باصه في الارض دايما طبعا، وما هياش عارفه اي حاجه في اي حاجه، وما هياش واخده بالها من نظراته اللي بقاله 3 شهور قاعد يبص لها فيها. بعد كده يبداوا الاثنين يرسموا على بعض، يدخلوا في المرحله الثانيه، مرحله الرسم. مرحله الرسم بتبتدئ بانه يحكي عن بطولاته وهي تحكي عن بطولاتها، هي تحكي عن الشارع اللي لما نزلته امبارح كل الناس وقفت على رجلي، وطابور العرسان اللي واقف على الباب كلهم مستنيين اللحظه اللي والدها يقدر ان هي تدخل، ان هو يدخل فيها حد منهم. وتقعد تحكي عن البطولات بتاعه المعاكسات اللي بتحصل لها، وهو يقعد يحكي لها بقى عن لما خلصوا العميد من بين ايديه وهو كان زعلان وبيصمم ان هو، ولكن لولا بس ان هم خلصوا العميد من بين ايديه ما كانش حصل ده، وعن البطولات اللي هو عملها امبارح وازاي دخل ل 50 شاب ونيمهم في الارض كلهم، ويفضل هو يدي بطولات واختنا تبص له وتسبل لحد ما بعد فتره ندخل في مرحله ثالثه انهيار. مرحله ثالثه انهيار ممكن تبقى في عيد الحب، العيد الصغير او العيد الكبير، وهو نازل في الفالنتاين ومكتئب وقاعد يشرب من سيجاره لسيجاره ويرمي السيجاره بعد نفسين. تقول له انت متضايق ليه؟ لا انا في بس موضوع تعبني. طب انت ايه اللي مضايقك؟ انا في موضوع موترني في بيني. ايه بس؟ انا بحب واحده وعايز اقولها وخايف انها تصدني. لا مش هتصدك، قول بس والله ما هتصدك. لا انا خايف انها تصدني، والله ما هتقول لك لا، بس انت قول. احد الشباب اللي دلوقتي بقى بفضل الله داعيه الى الله، يعني ما شاء الله، يعني بقى حاجه ربنا يفتح عليكم جميعا يا شباب في دينه يا رب، اللهم امين بقى، يعني فضل الله يعني من الدعاء. فكان يعني بيقول لي يوم كان لسه شاب كده في اول الكليه، فبيقول لي فبيكلم بنت بقى وبيعرض عليها وانا متضايق وانا بحب ومش عارف ايه، قالت له لا انا رافضه ان احنا يعني، فهو خلاص فسابها بقى وبعد عنها. فجت له بعدها بتقول له وانت بعدت ليه؟ قال لها ما انت قلت لا. قالت له ما البنت المحترمه لازم تقول لا. هي هتقول لا وبعد كده وهو هيبدا يلح عليها انها مش يعني مش من اول مره كده، ثم قال له اه. فيبدا يتولد قصه حب جديده، ولكن يعني طبعا يجي يقول لها التليفون ونتكلم في التليفون تقول له لا، احنا حبنا غير اي حب، احنا حبنا طاهر وبريء. كل الشباب اللي واقفين مع بعض دول حاجه، واحنا الاثنين حاجه ثانيه. وتيجي تكلمه تقول له يا ابني الحب كده بالطريقه دي حرام، كل نظره حرام، كل وقفه حرام، حرام. يقول لك لا لا انت مش عارف الحب الطاهر اللي بينا، العشر ساعات اللي بنقفهم في الجامعه كل يوم ما بنتكلمش غير عن ربنا، وبنسمع لي قران وبسمع لها قران، وبعد كده بنروح نقعد نتكلم 8 ساعات طول الليل في عروض فودافون الاخرانيه اللي هي اتكلم ببلاش، اقعد اصحيها لقيام الليل وهي بتصحيني لصلاه الفجر. ده بتعيني على طاعه ربنا، ده انا خايف لو سبيت ان انا انتكس، وهي لو انا سبتها ممكن تسيب الدين. ده علاقتنا دي اساسيه لاستمرار التزامنا وصلتنا بالله سبحانه وتعالى. بتبدا تتكلم معاه خلاص هو مقتنع تمام الاقتناع ان الموضوع بهذه الطريقه. نبدا ندخل في مرحله رابعه انهيار. مرحله رابعه انهيار ايه؟ ان الوقت والدتها ما هياش عارفه، هو متوقع ان لغايه دلوقتي لسه مامتها ما هياش عارفه. تيجي تقول له ماما هعمل ايه مع ماما؟ يقول لها طب ماما عايزه تشوفك. طب اروح لها فين؟ ماما عايزه تشوفك في الشغل. يروح لها الشغل، صاحبنا يروح بقى يلبس احسن لبس عنده ويحط نص ازازه برفان ويروح لماما في الشغل ويبدا يتكلم مع ماما. وبعد كده تاني يوم ايه راي ماما؟ خلاص الولد ضحك على بنت امها الحمد لله، الموضوع خلص. ويبدا مع كل مكالمه اخبار ماما ايه وازاي ماما، بلغي ماما ان انا بحب ماما قوي.
وتبدأ مامتها تقول لا قولي لي اخبارك يا بنتي ليه، مش حاجة يا بنتي اللي انت بتعملي ده حاجة عادية، بس عشان انبهك تعملي ايه، عشان اعرفك، عشان اديكي خبرة، عشان اديكي خبرة في الحياة. وتبدأ القصة بعد كده تتطور للمرحلة الخامسة انهيار، يروح يقول لا انا شاب وانت لسه شابة واحنا الاثنين يعني نفسنا ان احنا نتجوز ومفيش قدامنا الوقت جواز، وانا لو رحت لوالدك هقول له ايه، هقول له انا انت بتشتري راجل يا عمي، مش هيرضى ان هو يشتري راجل وقدامي 50 سنة على ما اكون نفسي. طب الحل ايه؟ الحل ان حل شرعي لان كده العلاقة دي حرام. طب الحل ايه؟ الحل الشرعي الحلال ان احنا نتجوز عرفي ونكتب ورقة والورقة يبقى عليها شهود وابشري انا عمري ما اتخلى عنك ابدا، والعلاقة بتاعتنا دي علاقة غير اي علاقة، والجواز العرفي بتاعنا غير اي جواز عرفي، والقصة زي ما انتم عارفين يا شباب. بعد كده القصة بتتطور زي ما انتم عارفين، هي بتبدأ من اولها بس سبحان الله العظيم. ويجي الشاب في الاخر يقول لك هو الحب حرام ولا حلال؟ يا ترى الحب حرام ولا، يا ترى انا مش هقول له الحب حرام ولا حلال، انا اقول له الاختلاط من اولها حرام ولا حلال. الاختلاط ان ولد وبنت يقفوا في الجامعة، يقفوا في الجامعة يكلموا مع بعض في كشكول المحاضرات، هي دايما بتبدأ بكشكول المحاضرات، دايما بتبدأ بحاجة، او هي جايبة بنت اختها الصغيرة والله ما شاء الله البنت الجميلة دي مين، يعني الطرق بتاعت الشباب ما شاء الله متطورة جدا، والاساليب بتاعتهم ما شاء الله متطورة جدا. الاختلاط كل علاقة جريمة اللي يهتز لها عرش الرحمن والعياذ بالله كان اول اختلاط، كل علاقة محرمة كان أول اختلاط، كل جواز عرفي كان أول اختلاط، كل معصية من معاصي الشهوة كان أول اختلاط. الاختلاط ده الكبري يا شباب، الكبري البنات هنا والأولاد هنا، لو الكبري ده اتفتح خلاص كل المعاصي والكبائر والمبقات هتنتشر في المجتمع، بمجرد بس ان المنظر بتاع المدرج اللي نصه ده بنات ونصه ده اولاد اتحمل خلاص، بعد كده خلاص. عشان كده لما بيحاولوا يدمروا السعودية الوقت يدمروها ازاي، يضغطوا عليها انها تعمل جماعات مختلطة، هم عارفين يعني اختلاط. بريطانيا لما جت احتلت مصر كان لها 4 مطالب من مصر، واحد من الاربعة الاختلاط، وعمل مؤسسات تعليمية فيها اختلاط. هم عارفين يعني اختلاط، عارفين الاختلاط، وانك انت لا مش هيحصل حاجة، زي هتجيب لي النار جنب البنزين وتقول لي مش هيحصل حاجة، هتولع. اخواني في الله، قضية الشباب، قضية الطاقة الرهيبة اللي جواكم دي يا شباب، تروح لفين؟ دينكم محتاجكم، انتوا امل الدين ده، وكل بنت من بناتنا واخت من اخواتنا وشاب من شبابنا امل الدين ده. النبي عليه الصلاة والسلام يصدر قرار من مكة بالطرد فورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة 10 مكية يصدروا قرار بطرد النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش يروح بيته، ما فيش وقت يجيب معه حتى اي اموال، ما ينفعش يجيب دبة معاه. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، هيروح فين؟ مفيش قدامه غير الطائف، طريق الطائف 90 كيلو رايح و90 كيلو جاي، يعني 180 كيلو. كنت بفكر نعمل عمرة ونعمل رحلة باوتوبيسات غير مكيفة من مكة للطائف، مش رحلة على الرجلين، رحلة في اوتوبيسات غير مكيفة. اللي كنت بكلمه هناك استاذ في جامعة هناك قال لي يبقى محدش هيوصل معك الطائف، لان كل اللي هناك هيموتوا هيفتصوا على ما يوصلوا. قلت سبحان الله، امال النبي عليه الصلاة والسلام 180 كيلو رايح جاي عليه الصلاة والسلام على رجليه، معهوش غير صحابي واحد، يقابل 30 قبيلة في الطريق، يعرض الإسلام على قبيلة وكل قبيلة ترفض، ويعرض الإسلام على اللي بعدها وترفض، ويطلع على اللي بعدها ترفض، يطلع على اللي بعدها، لحد ما يوصل للطائف عليه الصلاة والسلام. يقعد 9 أيام يلف على بيت، يلف على واحد ده، يقول له أما وجد الله غيرك ليرسله، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كده، وده يقول له لأن كنت كذابا فأنت أقل من أن أكلمك، وده يقفل الباب في وشه، وده يهين النبي عليه الصلاة والسلام 9 أيام، لحد ما الطائف يقرروا ان هم يخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ما عادوش قادرين يستحملوا. طب الحل ايه؟ يعملوا ايه؟ يقرروا ان هم يجيبوا الاطفال والخدم والعبيد والسفهاء والصبيان، وكل واحد معاه كبشة حجارة، ويجري ورا النبي عليه الصلاة والسلام، يحدفوا بالحجارة دي، تيجي في رأس الحبيب عليه الصلاة والسلام، دي تيجي في قدم الحبيب عليه الصلاة والسلام، لحد ما رجلين النبي عليه الصلاة والسلام تنزل. انا عايزك تتخيل والنبي خارج من الطائف،
الصف. لو المنظر ده اتصور من فوق، منظر واحد داخل يدعو الناس الى الله وهو خارج من البلد والبلد خارجه تقذفه بالحجاره، كل ده عشانك وكل ده عشانك. النبي عليه الصلاه والسلام تخيل وهو رجع من الطائف على مكه، هو مطرود من مكه عليه الصلاه والسلام، ما عرفش يدخل مكه، راح احتمى في كهف او غار على اطراف مكه لحد ما حد يامن النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يدخل من مكه، مطرود من الطائف ومطرود من مكه. زي انت طردت من مطروح ده غرضك، واقف انت في الجو، طب اروح فين؟ هروح في انهي بلد؟ هروح في انهي مكان؟ تخيل والنبي عليه الصلاه والسلام وهو هدومه متمزقه بعد هذه الرحله وهو رجليه الاثنين بتنزف، بدل ما يرجع من طائف على مكه رجع من الطائف على جامعه اسكندريه، رجع من طائف على الجامعه الامريكيه او الالمانيه او البريطانيه او الفرنسيه او الروسيه، رجع من الطائف على قصر الهند، رجع على نادي الجزيره او نادي الشمس او نادي، رجع من الطائف على مدينه الانتاج الاعلامي، رجع من الطائف على اي قهوه من قهوات الشباب دلوقتي. تخيل النبي عليه الصلاه والسلام وهو بالمنظر ده ورجليه بتنزف في هدومه بهذا المنظر وبعد 180 كيلو، مش هذا هو القائد؟ بدل ما يرجع على مكه رجع يشوف ثمر تحيته، رجع ثمر تعبه، رجع يشوف ثمر كفاحه عليه، راح لاي شاب او راح لاي فتاه، راح لاي بنت في شاب او اي فتاه. ده النبي عليه الصلاه والسلام وجاب المنظر ده، شاب من شعباته فتح التلفزيون على شطايم او روتانا او ميلودي او اي قناه وهو ماسك سي دي اخر سي دي نازل للعمراء حد من العمراويه او التمراويه، وفي نفس الوقت بيشيط او داخل على الجروب بتاعته على الفيسبوك بيكلم واحده او بيبعت لواحده او بيشير للبنات اللي هو حاططهم ضيفهم عنده على الفيسبوك في الجروب بتاعته، وهو بيعمل كده فجاه الباب خبط، جري على الباب يشوف مين، بيبص لقى واحد الهدوم بتاعته عليها اثار سفر طويل ومزقه ورجليه بتنزف ولكن وشه كانه بيضخ نور. مين؟ قال له انا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله حبيب الله عليه الصلاه والسلام، ده انا مشتاق لك يا رسول الله، ده انا كان نفسي يا رسول الله ان اشوفك، اشوف حبيب الله عليه الصلاه والسلام. جه يمد ايده عشان يفتح الباب، افتكر الحاجات اللي هو مشغلها، ثانيه واحده يا رسول الله قابلك كده ازاي؟ في نفس الوقت اللي اختنا كانت قاعده قدام المرايه خلصت 10 انواع مكياج ولسه بتخلص في الخمس انواع الباقيين، وايديها الثانيه ماسكه ازازه البرفان وبتحط منها استعدادا لان عندها ميعاد نازله ليه، وهي قدام المرايه بقالها 3 ساعات بس، لقت الباب بيخبط، بتجري على الباب تشوف مين، لقت واحد بنفس المنظر ده وشه بيبخ نور عليه الصلاه والسلام. قالت له مين؟ قال لها محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله حبيب الله، يا رسول الله ده انت وحشني قوي، جايه تمد ايدها على الباب افتكرت. رد على النبي ازاي عليه الصلاه والسلام؟ ده انا راسي مش متغطيه، جرت تدور على طرحه، جرت مش لاقيه طرحه، اول مره تكتشف ان هي معهاش طرحه عشان حتى تصلي بيها، في الاخر لقت الطرحه بتاعت جدتها اللي هي بتلبسها ساعه الصلاه، لبستها وجايه تجري على الباب، بتفتح الباب افتكرت يا نهار ابيض المكياج اللي على وشي، لازم اغسل وشي الاول، ثانيه واحده يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. جرت تغسل وشها، غسلت وشها وجرت ثاني على الباب، جايه تفتح الباب افتكرت يا نهار ابيض، طب المكياج ولقيت له حل، طب البرفان هعمل فيه ايه؟ هعمل ايه؟ استنى يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. صاحبنا جه على الاوضه بتاعته بسرعه يحاول ان هو يقلب القناه على اي قناه اسلاميه، اكتشف انه مشفر القنوات الاسلاميه، المفروض ان احنا بنشفر القناه الثانيه، ده مشفر القنوات الدينيه، مفيش قناه دينيه، طب اعمل ايه؟ طب اوقف افصل الويندوز ازاي في الكمبيوتر؟ مربوك مش عارف، في الاخر شد كل الفيش من الكهرباء عشان يقفل كل حاجه، وجري يفتح للنبي عليه الصلاه والسلام وبيمد على اكره الباب افتكر يا نهار ابيض، ده انا لسه الصور بتاعت الممثلين الاجانب والممثلات والمغنيات والفنانات كل ده، ثانيه واحده يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، اروح اشيل ده الاول. راح يشيل الورق من كل الحيطان يقطعه عشان يرميه في صندوق القمامه، وهو بيرميه لقى سي دي اغاني وقع، يا كل دي السيديهات اللي عندي انا نسيتها، ايه والشرايط اللي عندي؟ بدا يلمها كلها عشان يرميها في صندوق القمامه احسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يشوفها. بعد كده بيجري على النبي عليه الصلاه والسلام، بيفتح الباب لقى ان ما لقاش النبي عليه الصلاه والسلام، بيبص على السلم لقى النبي نازل، يا رسول الله انا فتحت خلاص، انا فتحت خلاص يا حبيب الله. طلع النبي عليه الصلاه والسلام، اول ما دخل النبي صاحبنا قلبه وقع في رجليه، يا نهار ابيض نسيت اطفي السيجاره، الجو كله ريحه سجاير، بدا يحاول يتخلص من اي اثر بسرعه، والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد، فالنبي لقى جيب القميص بتاعه منفوخ
الشيوخ، فالنبي بيقول له انت وصلت لفين في المصحف اللي في جيبك ده؟ قال له ده مش مصحف يا رسول الله، ده علبة سجاير. يا ريته كان مصحف يا رسول الله، ده انا اخر مرة مسكت فيها المصحف كانت في رمضان اللي فات، كانت من 9 شهور اخر مرة قريت فيها المصحف، اخر مرة صليت فيها ركعتين قيام ليل، اخر مرة وظبت فيها الصلاة وهو قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام الاذان الدم. يا ترى كل مرة بتنزل تصلي في الجامع، يا ترى كل مرة بتقف تصلي اول ما الاذان بيدن، ولا المرة دي عشان النبي عليه الصلاة والسلام بس موجود؟ يا ترى يا اخوانا متوقعين ان النبي هيعمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ متوقعين ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها هيعمل ايه؟ انا مش متوقع ان هو هيزعق له، او انه انا متوقع ان هو هيحضنك وهياخدك في حضنه وهيبكي وهيقول انت اللي انا ضحيت بحياتي عشانك، انت اللي انا استحملت ان انا اطرد رميا بالحجارة عشانك، واطرد من مكة عشانك، وثلاث سنين في مجاعة في شعب ابي طالب، سيدة خديجة تموت من المجاعة عشانك واستحملت عشانك، وكل بناتي ولادي يموتوا في حياة عيني الا السيدة فاطمة في نفس اليوم اللي يموتوا فيه اخرج اجاهد فيه او ادعو فيه الى الله عشانك، انت اللي استحملت كل ده عشانك. هي دي ثمرة عمري، هي دي ثمرة حياتي، هي دي ثمرة قبور الصحابة اللي اتفرقت في الارض كلها. يا شباب الموضوع كبير، موضوع الشباب، موضوع الامل اللي دينكم مستدين منكم، كل واحد منكم امل كبير او من امل الاسلام، كل واحدة منكم امل كبير او من امل الاسلام. اوعى تسأل لنفسك، انتوا لازم تبقوا انجح ناس في الدنيا وفي الدين، انتوا لازم تبقوا انجح ناس في كل حاجة، في كل حاجة في دنيتكم وفي دينكم، دينكم مستني منكم كتير. الفصام النكد اللي هو الشاب بيقول لك دنيا ولا دين، انا محتار دنيا ولا دين، مين يا ابني اللي حيرك؟ مين اللي حطك في الاختيار ده اصلا؟ مين اللي قال ان دي معادلة صعبة اصلا؟ دي المعادلة السهلة، دي المعادلة السهلة انك تبقى ناجح. كنت مرة مع 2 شباب وكان لسه ما التزموش، وكان واحد منهم من الاوائل في كلية الطب، فبدعوهم للالتزام، فاللي من الاوائل كده في النص كده قال للتاني ايه؟ طب وهنجيب وقت للدين منين؟ يعني هنجيب؟ قال له نعم. وكنت بتجيب وقت للقهوة منين؟ وكنت بتجيب وقت للرحلات منين؟ وكنت بتجيب وقت للفسح منين؟ اشمعنى الدين؟ عمركم شفتوا يا شباب شاب بيقول انا مش عارف اجمع ما بين الدراسة والقهوة؟ عمركم شفتوا شاب بيقول انا مش عارف اجمع ما بين الرحلة والقهوة؟ اشمعنى في الدين الشاب بيقول لك انا مش عارف اجمع؟ اجمع يا ابني، اجمع وربنا يعينك وربنا يسددك. يعني يا شباب قبل ما اسيبكم باذن الله سبحانه وتعالى، يعني انا عارف التساؤلات اللي بتزور كثير من الشباب، نصها الحب حرام ولا حلال، انا الاسئله بقى ايه يعني، حشي على هذا المتن زي ما انت عايز تحشي بقى الاسئله بتاعت معاصي الشباب ومشاغل الشباب وهموم الشباب ويعني الحاجات اللي هي بتعد مشاكل الشباب. النص الثاني هو يعني ايه سلفيه، وهم مين السلفيين دول، وايه العلمانيه دي، ومين الناس اللي بيقولوا فصل الدين عن الدوله. انا عايز بس يا شباب يعني قبل ما اسيبكم يعني اقول لكم، يعني حد منكم يوم عاشوراء بيقف يلطم ويقول يا حسين؟ حد منكم بيعمل كده؟ حد منكم بيروح يطوف لما يقع في ازمه ولا عايز ينجح في مادتين بقاله 5 سنين فيهم، بيقوم رايح جايب خروف ورايح للبدوي ويطبعه عند البدوي ويقول يا بدوي ايش فيه؟ يا بدوي نجحني في المادتين. محدش. حد منكم بيقول انه ممكن يدخل الجنه من اي طريق غير طريق النبي عليه الصلاه والسلام؟ محدش. يبقى هو انتوا السلفيين يا جماعه؟ السلفيه هي ان انسان سليم العقيده، انسان على الدين الصافي الطاهر اللي النبي عليه الصلاه والسلام سابني عليه من 1400 سنه، هي دي يا اخوانا. طب والاخوان والسلفيين والمشاكل بتفرقوا الدين دي عامله زي الاوس والخزرج، زي المهاجرين والانصار. الموضوع بسيط يا جماعه، كلها القاب شرفيه. هو انت لما تقول انا سكندري يبقى معناه انك انت مش مصري؟ وانا لما اقول انا منصوري ولا انا القاهري معناه ان انا مش مصري؟ دي كلها اسماء اللي كان بيعمقها اساسا امن الدوله، اللي كان بيعمقها اساسا امن الدوله. ولكن طيب ايه موضوع فصل الدين عن الدوله؟ يعني بالله عليكم يا شباب لما تسمع كلمه فصل الدين، الدين يطلع له قرار فصل؟ الدين يتفصل زي واحد ماسك سكينه وعايز يفصل رقبه واحد عن جسمه؟ الدين يتفصل؟ الدين دين ربنا، ربنا بيقول ان الحكم الا لله، وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله سبحانه وتعالى، اي حد يتكلم في الاقتصاد الا ربنا، اي حد يتكلم في السياسه الا ربنا. ربنا بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اللي بيقسم الله
وبيقسم بالله وبيقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقسم على ان لا يؤمنون حتى يحكموا قضية شرع ربنا يحكم ولا يحكمش، عاملة بالضبط زي قضية ربنا واحد ولا مش واحد في الدين بتاعنا، دي قضية عقيدة. اكبر جريمة ان انا بقى جايب لك انت هتموت من جوع وانا جايب لك طبق اكل تقول لي انا نفسي اشرب، بس انا خايف احسن يكون العصير ده مسموم، انا خايف احسن يكون الاكل ده مسموم، انا هسمك. طب تخيل بقى اللي بيقولوا ربنا خايفين احسن يكون شريعتك مسمومة يا رب، خايفين احسن لو طبقنا شرعك نضيع. سيدة هاجر لما سيدنا ابراهيم سبع عند الكعبة الواحدة قالت له الله امرك بهذا، اشار برأسه نعم، قالت اذا فلن يضيعنا، ربنا مش هيضيعنا ابدا واحنا معاه، ربنا مش هيضيعنا واحنا على شريعته. يا اخوانا اخطر دعوة الوقت، يعني احنا الوقت يا جماعة مصر اول مرة بتتنسب حرية حقيقية في حياتها، اول مرة يمكن من 60 سنة ولا 70 سنة بتتنسب حرية حقيقية. الوقت اللي بيحصل يا شباب اللي بيحصل ده حاجة في غاية الخطورة، انتوا كل واحد منكم مسؤول الوقت، ما تستقلش دورك في اللي بيحصل. اول ما بدأنا نتنسب الحرية حصلت خناقة على البلد، يا اخوانا البلد لسه مش بلدنا، البلد لسه مش بلد. الليبراليين لازم مصر تبقى ليبرالية، العلمانيين بكل الآلة الإعلامية اللي معهم لازم مصر تبقى علمانية، يا اخوانا لسه مش بلدنا، انتوا كده بتضيعوا كل اللي اتعمل. الوقت اهم حاجة ان البلد دي يبقى الحرية فيها ما هياش شحاتة، الشعب بيشحتها كل يوم جمعة في معارض التحرير، في ميدان التحرير، ادونا حتة حرية الله يكرمكم، الله يكرمكم حسبوا اللي ظلمونا، الله يخليكم حسبوا رئيس الجمهورية، كل يوم جمعة بنشحت حتة حرية. لا يا اخوانا، عايزين الحرية دي تبقى قانون، عايزين الحرية دي تبقى دستور في البلد، عايزين الحرية دي تبقى خلاص حرية ان 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 عضو مجلس الشعب ده انت فعلا تختاره، ان عميد الكلية ده اساتذة الجامعة اللي يختاروه، ان رئيس الجمهورية فعلا الشعب هو اللي يختاره، ان اي انتخابات في البلد اي حاجة انتخاب في البلد حقيقي. احنا الوقت جايين يولعوا الدنيا، طب بتولعوا الدنيا ليه؟ احنا الوقت لسه البلد مش بلدنا، لا بلدنا ولا بلدكم اصلا، ولا حد فينا كسب حاجة، احنا عاملين بالظبط زي واحد شغال في مصنع عند واحد والواحد ده ظلمه، عمل ثورة عليه، قام مديله 5000 جنيه في جيبه قال له خد واسكت، خدهم وسكت، لا غير قوانين التعامل مع العمال، ولا غير قوانين الأجور، شوية وهيرجع يظلم تاني. القوانين اللي جه بيها مبارك لسه موجودة، مبارك كان أعظم مربي، مبارك مشي وساب 500,000 مبارك في البلد، بيرتبوا صفوفهم الوقت عشان يرجعوا يمسكوا البلد تاني. الناس دي فاسدة ولا تتخيل الحياة بدون فساد. عارفين اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. في الوقت ده احنا نيجي نمسك في خناق بعض، في الوقت ده نولع الاعلام، الحقوا اللي قطع ودن واحد، ودن مين يا اخوانا؟ ودن مين؟ عشان 50 ولا 30 صعيدي هجموا من رجال في الصعيد، هجموا على واحد هناك متهم بفتح بيوت بغاء، ففي التسجيلات واحد بيقول انا سمعت واحد بيقول يا شيخ شريف ولا يا شيخ، خلاص بعد التلافين اللي عملوها والحقوا هيكبوا ميه نار، وعارفين ان كل ده كذب، وعارفين ان كل ده تضليل. احنا اعلامنا مأجور، احنا اعلامنا مغرض، احنا اعلامنا ما بيزقش البلد في اتجاه مصلحتها. العلمانيين والليبراليين الوقت يا اخوانا خطر حقيقي باللي هم بيعملوه ده. البلد لسه مش بلدنا، المفروض الشعب كل الوقت يتكاتف ان البلد بتاعتنا ترجع لنا، يوم ما صوتك هو اللي هيعين رئيس الجمهوريه بقت بلدك بحاله حقيقي. انما لحد الوقت لسه مش بلدنا، لسه لحد الوقت سلطات البلد ما هيش في ايدينا. قضيه فصل الدين عن الدوله، قضيه ان احنا نقول لربنا مالكش حكم علينا، قضيه ان احنا نعامل ربنا زي ملك بريطانيا يملك ولا يحكم، قضية ان احنا نقول لربنا لا، قضية ان احنا نعمل للدين اقامة جبرية جوه الجوامع، قضية ان احنا نطلع للدين اعدام سياسي، قضية ان يطلع واحد ويقول لك انا ما اقدرش اقول لربنا انت دكتاتور. طب ما انت قلتها خلاص، ما انت قلتها لما اقول لك ما تخدش عليها في البيت احسن، لو شفتك هتنفذ وتردك. طب ما انا طردتك خلاص. قضية الجرأة على شرع الله، كل كلمة على شرع ربنا هي كلمة على ربنا، وكل شك في شرع ربنا هو شك في ربنا سبحانه وتعالى.
قضية في غاية الخطورة يا إخواننا. كل واحد منكم مسؤول عن دينه. دينك الوقت بيتحارب، دينك الوقت بيطعن، دينك الوقت بيعتدى عليه. كل واحد منكم مسؤول، كل واحدة منكم مسؤولة عن الدين وعن الإسلام. الموهبة اللي عندك سخرها للدين. انت عندك موهبة، عندك موهبة في النت، عندك صفحة على الفيسبوك، عندك سخرها لدين ربنا ولنصر دين ربنا. بتعرف تتكلم ادعو الى الله. معاك فلوس هاتي، ضحي بشيء من فلوسك وهاتي حاجات عن الحجاب واديها لزميلاتك. يا اخوانا كل واحد مننا يشتغل. واول خطوة ان انت نفسك، انت نفسك تبقى انسان صالح. انت نفسك ساعة ما الاذان يبدا خلاص، انت في الجامعة ساعتها انت نفسك تبقي من اولها كده لبسك زي لبس امهات المؤمنين. اخواني في الله الموضوع كبير. ربنا يرفع بكم الاسلام ويرفعكم بالاسلام ويعز بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام. يعني انا في غاية السعادة ان احنا اتقابلنا مع بعض، وفي غاية السعادة باللقاء الجميل ده اللي احنا جمعنا مع بعض. ربنا ينجحكم يا شباب، وربنا يجوزكم يا شباب، وربنا يجعلكم انجح ناس في الدين وفي الدنيا يا رب، وربنا يجوزكم يا بنات، وربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلكم اسعد الناس في الدنيا وفي الاخرة، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. ختاما بعد هذه الدرر التي سالت من فم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور حازم شمان، لا يسعنا الا ان نقول له جددت نبض قلوبنا لسان حاله قائلا: وما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصه اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وانت يرضى احمل لي نبيا. فضيلة خالص الشكر والتقدير لفضيلة الاستاذ الدكتور عميد كلية الزراعة هشام جابر، واتمنى له عاجل الشفاء. والاستاذ الدكتور وكيل كلية الزراعة الدكتور سيد ابو شوشة، وفضيلة الاستاذ الدكتور محمد اسماعيل عميد كلية علوم، وفضيلة الاستاذ الدكتور علاء الدين رمضان، وجزاكم الله خيرا وطبتم وطبا من شكرا.